مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة. أتمنى الاشتراك في القناة، شكرا كثير لكم. يلا على الوصفة. بياض بيض، 2 بياض بيض تقريبا 100 جرام، نخفق حتى تصبح متماسكة تقريبا 5 دقائق أو 4 دقائق تقريبا. بديل السكر ستيفيا 2 ملعقة كبيرة. نوع وكمية التحلية هي اختياري حسب نظامكم الغذائي. مثل هيك لازم تكون متماسكة، شايفين كيف؟ جوز الهند المبشور 1 كوب 70 جرام، بنقلب من الأسفل إلى الأعلى. ممكن إضافة الفانيلا أيضا هو اختياري. نوضع ورق الزبدة، يفضل وضع ورق الزبدة، ونشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 150 درجة مئوية. نوضعها على الرف الأوسط، تقريبا تأخذ من 20 لـ25 دقيقة، يجب مراقبتها حسب نوع الفرن. هذه هي المكونات، نتركها حتى تبرد تماما. شايفين كيف؟ أكثر من روعة. من الممكن عمل شوكولاتة كيتو دايت ولمرضى السكر، إذا بدكم توضع عليها شوكولاتة أيضا هو اختياري. بنجيب الزبدة أو زيت جوز الهند بحرارة المطبخ، وبنوضع معلقة أو أكثر أو 2 من الكاكاو الخام حسب أنتم كيف بتحبوه. وبديل السكر النوع والكمية هو اختياري حسب نظامكم الغذائي، دائما بنحكي. وقليل من الفانيلا. ونحرك المكونات جيد. وبالزيت زيت جوز الهند نفس الطريقة ونفس الشيء، بدل الزبدة بنوضع زيت جوز الهند. هان ممكن نوضع معلقتين كاكاو، ممكن بديل السكر ستيفيا أو أي نوع هو اختياري. بنحركهم جيد، ممكن أنا حوضعهم الاثنين على بعض، ممكن نوضع اثنين نخلطهم مع بعض عادي حسب ذوقكم. نوضعها بالشوكولاتة، كتير هي أمرها كتير بسيط، كتير سهل، وكتير هي مميزة. إذا كنتم بدكم يعني يكون المزيد من الشوكولاتة على الكوكيز، ممكن نترك الشوكولاتة تبرد شوية تمسك أكتر معنا. الشوكولاتة إذا احنا تركنا الشوكولاتة تبرد شوية تمسك معنا أكتر، مثل هيك يعني هيك تركتها 4 دقائق 5 دقائق بتحمل معنا شوكولاتة أكتر. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.